هاي متابعيني الحلوين، شو اخباركم؟ شو مسوين؟ مرحبا استاذة منال بوشيري، مرحبتين، يا هلا ويا مرحبا فيك يا اخبارك؟ اختي. الحمد لله، الله يسلمك. تمام. الحمد لله. طبعا اليوم حبيت اقول للمتابعين ان انا معاي الاستاذة منال. اي نعم. استاذة منال بوشيري اخصائية في مجال الزراعة. حيا الله فيك، اليوم يا هلا. واسعدني طبعا، اسعدني اللقاء معك والحديث معك. ان شاء الله شيق ان شاء الله. وانا اكثر. احنا اليوم طبعا موضوعنا الزراعة المنزلية واهمية الزراعة في حياتنا. اي نعم. طبعا يعني في فوائد عديدة للزراعة، وطبعا الاسلام حثنا حتى على الزراعة، فاكيد الاسلام لما يحثنا على شيء فمعناته في هدف وفي فوائد وايد من وراء الزراعة. احنا اليوم حابين نستضيفك ونتكلم معاك في هاي الموضوع، ونبي نعرف ان شنو فايدة الزراعة والنباتات. طبعا عن طريق الزراعة يعني دروس كثيرة وقيم كثيرة نقدر احنا يعني نتعلمها، وتعلم من الزراعة أشياء كثيرة، وتغير من أنفسنا وتغير اللي حوالينا. طبعا الزراعة طبعا أوراق غذائية سليمة بنحصلها عن طريق يعني تعدد أصناف في الزراعة. بنعرف على غذاءات كثيرة، بنتعرف على أنواع جديدة من الخضروات والفواكه، بنقول أوه هل في صنف ثاني من هذه، هل في صنف، عن طريق زراعتنا واختيارنا حتى في البذور. حتى لو نشتري شتلات بنعرف أنواع مختلفة، فهذه بيدخل في نمط حتى غذائنا بيختلف. طبعا أيضا هي سعادة وتنمية للروح والألفة بين الناس، وتعاون بين المجتمع والطبيعة. عندنا يعني الزراعة رياضة، 3 ساعات في الحديقة كانها لياقة وكانها يوغا، نستخدمها عن طريق قصنا وحركات يدنا وفوق. وايد ناس يقولون نمارس الرياضة مثلا ساعات يدنا تعورنا، لأنه ما في لياقة، لازم حركاتنا هاي فوق وتحت، وشيلتنا وحطتنا وحرثنا حق الأرض، وحتى يعني تعاملنا مع الورود وقصها، كلها هذه حركات كانها يوغا طبيعية ناخذها من الطبيعة. يعني أيضا الزراعة شوف، احنا في الزراعة نحس بطاقة حلوة. يعني شوفي اليوم انا احس طاقتي وايد مرتفعة، لان انا وياك في اللايف قاعدة اي في الحديقة وخضار دار مداري والزرع قدامي، فيعني صدق يعطي طاقة حلوة، يعني الواحد ينسى روحه في الزرع. اي نعم. طبعا هي طبعا طبيعة وجمال وروح حلوة. طبعا هي لها تأثير في تخفيف أيضا هرمون التوتر. عندنا لها علاج نفسي، معظم طبعا المستشفيات في الطب النفسي في الدول الأوروبية نشوف فيها حدائق كبيرة في المستشفى، ولازم في وقت صبح أو عصر في أوقات معينة يطلعونهم يتمشون برا، يشمون هواء، يقعدون يشوفون، يسمعون صوت العصافير، صوت الموية، هاي له تأثير حتى في النفس. فنشوف معظم المستشفيات في الطب عندهم هذه الحديقة، لازم يكون في فناء عود من الحديقة. عندنا أيضا هذه كعلاج، وأيضا عندنا حتى معظم وايد النساء يقولون إحنا مثلا ساعات متوترين أو خايفين أو شيء، نطلع لو في عندنا مقص في الحديقة، لو نقصص كم قصا نحس إن ندخل داخل البيت فرقنا طاقة وحاسين براحة. يعني لو أي مشكلة نشوفها، لو نقص لنا وردة أو كم قصن بس ننسقهم، أو حتى لو نشيل ورقة أو أي شيء في الحديقة، نطلع لو نقعد على الكرسي بس ننسى الهم اللي موجود كنا فرقناه وردينا داخل البيت يعني ورجعنا. باش صح. يعني أيضا عندنا علاج بعد حتى حق ذوي يعني الهمم، عندنا الاحتياجات الخاصة أيضا، يعني في مراكز خاصة عندنا مثل في البحرين طبعا في سباقة في هالأشياء. طبعا عندنا مركز الرحمة للشباب هذه اللي ذوي الإعاقة بعد والاحتياجات الخاصة. عندنا بعد مركز رعاية التدريب المهني، أيضا هذي يعطون زراعة لهم طبعا أهمية، لهم إدراك حسي وتحليل بيكون لهم حق شخصياتهم، حتى تطوير مهاراتهم، تعزيز الإدراك عندهم، يعني وايد في نفسياتهم وفي سلوكياتكم عن طريق الزراعة. في وايد ناس يعني وفئات من المجتمع الزراعة تخدمها، يعني سواء هاويين، ربات بيوت، من طفل، من كبار، من صغار، من حتى في المكاتب أو داخل البيوت. يعني ما أقدر أقول لك أهمية تواصلنا مع الطبيعة، يعني لها أهمية كبيرة. عندنا بعد فوائد النباتات حتى
يعني اللي ما عنده حديقه ولا عنده يقدر مثلا يزرع او شيء، فوائد النباتات الداخليه عندنا في عده، يعني مثلا من ناحيه مثلا البيئه اكيد هي العنصر الاكيد، تقريبا 80% من نسبه تتنقل الهواء والسموم. عندنا مثل ما قلت حتى تخفف استهلاك الطاقه، الزرع اللي حول البيت يعادل من الرطوبة، وحتى اللي داخل البيت من النباتات الداخلية يعادل من الرطوبة، هذا حتى اللي فيهم مثلا جيوب أنفية وشغلات يخفف منهم هذه. عندنا بعد من الناحية الصحية تعزيز طبعا الإحساس بالسعادة والإيجابية، عندنا طبعا التخلص من المشاعر السلبية هاي من ناحية إذا داخل البيت. أيضا حق المؤسسات مثلا والمكاتب عندنا تحسيس إنجاز العمل، شوفوا إن الناس اللي عندهم لو زرع في مكتبهم يعزز من إنتاجية عملهم، يعني حتى مثل ما نقول يعدل من مزاجهم، يصير مزاجهم رايق مثلا مثل ما يقولون. عندنا تحسيس بعد القدرة بالإبداع، تشوفوا الناس اللي عندهم حولهم زراعة واللون الأخضر يعزز من إدراكهم حق الإبداع، عندهم يكون نسبته أكثر، يقدرون إنهم يبدعون. فيعني لو شرح لك وايد أشياء ممكن إحنا أنا نستفيد فيها. يعني شوفي، هي الزراعة شوفي شلون، هي شيء بسيط يعني، ممكن خطوات بسيطة الواحد يسويها يعني، عناية بسيطة لكن لها أثر كبير. الحين في البيت أستاذة، إذا مثلا خلينا الزرع، وين تنصحين؟ هل مثلا بس في الصالة ولا أوكي في غرفة النوم؟ يعني نخلي زرع اللي في داخل المنزل هو طبعا انا عيد في كل مكان احط الزرع، مثلا عندنا في ما يأثر؟ الصالات، يعني في الصاله. اي هاي في مقوله او مثلا في معلومه كانت قديمه يقول لك انها هي يمكن تسحب نسبه الاكسجين إيه وبتخفف علينا، بالعكس لا، بتنقيه، بتتغذى على السموم، بتمتص. خصوصا احنا في الحين في وقت كله كلوركس ومعقمات واكشياء كيميائيه داخل البيت، صايره نسبتها اكثر من الايام العاديه. بالعكس الحين منفعة النبات وايد زين، إن هاي يعني معظم النباتات تمتص هذه الأجواء السامة هذه في الجو وتتغذى عليها وتعطينا بيور أكسجين، فهاي نحتاجها إن تكون في صالاتنا، حتى في المرافق الصحية عندنا، في دريشة المطبخ يكون عندنا، في غرف النوم في أنواع معينة مثل السنسفيرا مثلا هذه، وأيضا يسمونها جلد النمر، هذه تصير طارئ عكسية، هاي في الليل تعطينا الأكسجين أكثر، وهي من التوب 10 في شركة وكالة ناسا اللي أيدت رأس إن منها. سنسافيرا، وهي نوع من أنواع الصبوريات يكون لها خطوط مثل الأخضر والأصفر، يسمونها السنسافيرا، ويسمونها أيضا بعد جلد النمر. هذه نسبة عالية في رفع الأكسجين، يعني أكسجين طلع أكثر، وفي الليل تطلع الأكسجين، والعكسية على النباتات الأخرى. طبعا وايد لازم إن يكون عندنا، إذا عندنا يعني حب في شيء معين وشغف، ننمي طبعا عن طريق يعني استطلاعنا واكتشافنا وقراءاتنا، عشان نكتشف الزمن مثلا أو الوقت والعلم قاعد يتطور أكثر وأكثر. انا حسيت ان فأنا أيد في الفتره كل كلها مكان. ايه، كلها ابي اقرا، كلها ابي اعرف شلون اقدر ازرع، شلون اقدر اسوي لي مثلا خضره. يعني في اشياء ساعات يعني مثلا في جوجل في اليوتيوب شفت وايد في اشياء بسيطه، يعني من الخضره اللي احنا ناكلها ممكن الواحد يزرعها بسهوله في البيت. فانا وايد أيه. متحمسه في هاي الفتره، تشوفيني قاعده، طلعت لي بصله، طلعت لي خسه قاعده اقصها احطها في ماي، ابي نعناع مثلا زرعت عندي، الحين ابي احاول ازرع توابل حشيش. يعني في اشياء وايد الواحد ممكن يزرعها في البيت، ف ايش رايك يعني اذا تعطينا بعض المعلومات شويه عن الاشياء اللي نقدر نزرعها؟ كأشياء سهلة ومبتدئة، أكيد كل واحد بيبدي من الخطوة الأولى ومن شيء في البداية، عشان مع الوقت بيتعلم أكثر أكثر بيكتسب خبرة. طبعا البذور، الهرب طبعا، والورقيات اللي حق السلطة هاي وايد سهلة ممكن تنزرع، معظمها بعد أصنافها ممكن إن تكون الموسم على طول، مثل عندنا النعناع، الريحان، عندنا مثلا الجرجير، الأشياء البسيطة، البقدونس، هاي ممكن ورقيات نزرعها، هاي لازم بذور أستاذة ولا ممكن هي ممكن نفسها بذور لوحدها؟ وممكن قصون أيضا. أي وقت شرينا من الخضار يعني نشيل الأوراق ونخلي القصون نحطها في ماي، يفضل تغيير الماي إذا كانوا قصون وايد، في مثلا ما نكثر الغصون
في جلوس واحد او في انو او مزهريه واحده، لان نسبه الاكسجين بتخلص، فنحاول نغيره في اليوم الماي مرتين او نوزعه في مثلا جلوسين، علشان طريقه التجذير تكون اكثر ويوصل للغذاء حق يعني في نسبه الماي. البربير، غصون البربير، الريحان، هاي الغصون ممكن حتى الخس روت مثلا ممكن احنا نزرعها. يعني ناخذ الغصون استاذه نشيل الاوراق منها ولا ما نشيل نعم الاوراق؟ نشيل فخلينا الاوراق نقص، منها، اوكي نقص الاوراق يعني اي ونخلي ونقصها، بس الغصن. اي ونقص طبعا يمكن متلوث او شيء، تكون الجذور او نهايته واحنا جايبين الخضر يمكن تعرضت لهواء او تلوث، فنقصه قص جديد علشان نقدر نحطه في الماي عندنا. تغيير الماي وقص الجلوس دائما، علشان اذا الجلوس صار ترسبات او مثلا بكتيريا او يكون اخضر ممكن اوكي عرضه للفطريات دائما نغيره. فهذه اشياء ناخذه بسيطه. ايش كثر يعني لين ما تطلع للبذ الجذور وبعدين نخليه في التربه؟ ايه ممكن، وفي ناس طبعا في ناس يقولون مثلا ما نعرف حق التربه، او مثلا مو عندنا تربه حاليا، او ما نطلع ما نقدر نطلع نشتري، يعني ما زالون يحطونها ويغيرون الماي يعني. ممكن يعني والبذور البسيطه يعني الواحد، يعني انا عندي مقوله، اينما كنا واينما نعيش فالرغبه بان نزرع لا تمنعها اي شيء. فالواحد اذا يحب يزرع اي مكان، قصه اي زرعه حصلها، أنا مثلا أي علبة تشوفها أحب أزرع فيها. أنا الحين صرت ما أقط أي علبة، أي علبة أشوفها يعني الحين مثلا في قعدتي في البيت بطلت المطبخ، في عندي وايد أشياء يعني ما أستخدمها فخليتها إن هي تكون حق التربة يعني وزرعت فيها، ففي أفكار وايد حلوة في البيت يعني إن الواحد يقدر يسويها يستغلها إنه يزرع فيها يعني. يسويها ويشارك بعد الأسرة كلها، الحين وقت إنه كل عمل موجود الأسرة كلها يشاركون فيها، لأن تواجدنا كلنا مع بعض في كل خطوة وفي كل موضوع. بما انك قلتي اشارك فيها فخلينا نعرف شنو اثر الزراعة عند الاطفال. طبعا الطفل طبعا شيء كبير كبير ممكن يحصله عن طريق الزراعة، نمي مهارات كثيرة وسلوكيات عن طريق الزراعة، كأنها يعني شيء تربوي يعني سيكولوجية خاصة عن طريق الزراعة ممكن احنا نعطيها للطفل. ممكن يعني ننمي قدرة الإدراك عنده عن طريق الواقع الملموس، لما يشوف البذرة ويعتني فيها، فهذه يعني ويحطها البذرة اللي يقول هذه كانت مرمية وما فيها روح، شلون حطينا عليها ماي ونمت وزرعت، فهذه درس طبعا في المسؤولية، ودرس في العطاء، طبعا درس ايه وفي الصبر، درس ديني في قدرة خلق الله سبحانه وتعالى، ان شلون هذه كبرت، فشلون الله سبحانه وتعالى عطى الروح يعني، وشلون سبحان الله في خلقه شؤون. عندنا يعني دروس كثيرة، مسؤولية، عطاء، صبر، يتعلم فيه يعني تنمو عنده حتى الوفاء والقيم، يكون عنده ان نخبر ان هاي انت مسؤول عنها، هاي ان ما حد عندها، انت كنا امها وابوها، من بيعطيها؟ ما عندها الا انت، انت اللي زرعتها وانت اللي نميتها. فطريقته بالاعتناء في الشيء ذي بيخليه يعتني في اشياء ثانيه، ادراكه سواء حق طفل او حتى لو ذوي يعني شو اسمه الهمم، فيركد عندهم السلوك وعندهم التأني في الشيء والاقتناء فيه والاعتناء فيه والمحافظه عليه. فهذه يعني درس كامل. حتى عندنا السلوكيات، الطفل لما يلعب في التراب ياخذ ويعطي التراب، هو بيفرق سلبيات حتى حق الكبار، يعني حتى مهارة عندك الفخار والطين، لأن نمسكها هذه بعد يفرق في أشياء. لعبنا في الماي، شفتي يعني أهالينا قبل ايش كان يوم لعبنا اليوم في قبل كنا التراب، كلنا نلعب في الطين، الرمل في نخلي فيه التراب ماي ونلعب فيه، فكان تواصلنا دائما مع التراب. للأسف إيه. الحين عيالنا صاروا كلهم على نخاف الإلكترونيات، عليهم من ال فشنو الأفكار اللي عندك؟ يعني إيه. أنا شفت ما شاء الله عليك في حسابك أنت مسوية شيء حق اليهال، إنه يعني ممكن الأم تشتريه وتخليه إنه يبتدي فيه، فشنو الأفكار اللي الواحد ممكن يسويها حق اليهال بالذات في هالفترة إنه يفرغ الطاقة السلبية اللي عندهم؟ طبعا زرعت بذور بسيطة، يعني أنا في علبة ابتكرتها وفزت فيها في يعني جائزة صاحبة السمو الأميرة تبيتشا، طبعا فزت فيها في أفضل منتج في سنة 2019. فكانت علبة عندي هني، في علبة حق الكبار والصغار، هذه العلبة سميت طبعا هيا نزرع،
بس رفعها شوية فوق. أيوة أيوة يعني هذه علبة سويت فيها في علبة تشابه الكيدزمينستون، سألني عليها ان هي شلون تنشون هاللون. اي طبعا بيكون فيها كيس الكومبوست، خلطة منزلية انا مسويتها، طبعا منتج بحريني 100%، والبذور طبعا تجميعي، واصيص طبعا بيكون ملون يعني يشجع الطفل انه هو يزرع فيه، وعود خشبي انه يكتب فيه مثلا نوع الصنف. عندي الاصناف بعد هني مزروعة، عندي مثلا هاي الصنف بيكون الطفل بيكون عنده مثل هذه ما شاء زرعة، الله. اي عندنا ايضا مثل هذه، هو ملون الوان على حظ كل واحد، كل صنف حطيته له، هذه يشجع ويحبب. يعني احنا الزراعة ما نبي نسويها شيء تقليدي بس حق الكبار انهم يزرعونه، فهذه ننمي الطفل في هذه الحسية انه مهارات يدي. طبعا معظم اللي انا ساعات اعطي دورات حفة تنسيق الزرع حق الطفل شلون ينسق باقة صغيرة، شفت مهاراتهم حق القص حتى اندثرت، لانه من كثر بس مياولين الالكترونيات بس ايه بالزور يقصون الالكترونيات بالزور، لان حتى المقص يعني طريقتهم في القص المقص راحت، لان كلش ما يعود مثل الاول. احنا عندنا ايام زمان كروشيه، شغلات مهارات يدويه، يدنا متعلمه على نعود طول احنا عيشه نقشطر في يتخيط. الاوراق ونلصق، الحين ما ايه عندهم كذي. ايه فعندنا بعد حتى في البيضة السحرية بعد هذه شيء فاني، يعني لازم في ألوان وشغلات، هاي بعد يكسرها ويزرعها، هذه حتى الكبار خذوها حق مكاتبهم وزرعوها. يعني فأشياء مثلا تحبب الطفل. عندنا بعد صورة، يعني صورة هذه أطفال يعني يزرعون، صممت بعد مصممة بحرينية طبعا، وفيها معلم البحرين، وفيها أطفال يعني رمزت فيها في البحرين إن أطفال يزرعون أصناف بحرينية موجودة هنا، ودور النخلة والمعالم البحرينية. بعد ينمي روح الطفل إنه تشوفه يحببه في شيء اسمه زرع، يعني لأن في نص يعني هولي يقول لك لا لا تطلع برا، تطلع وزيادة أو يطلع لك شاي أو حشرات شغلات، بالعكس نحبب الطفل بشيء اسمه يعني. وفعلا الدراسات يعني في دراسات قديمة على يعني بنت على حتى اللي ينقبون الآثار عند الفراعنة سابقا، تشوفوا اللي فيهم أمراض مثلا نفسية يخلونهم ينقبون في الآثار، يحركون الرمل ويسوون في الآثار، تشوفوا إن نفسياتهم تعالجوا عن طريق الرمل والتربة لو محرثوها. فهذا دليل إن إحنا لازم يكون عندنا تواصل مع الطبيعة، الطبيعة ولها أثر في لمسنا للتراب، لمشينا على الحشيش الأشياء. وأنا وايد أحب لما أروح حديقة وفيها أشياء لازم افسخ نعالي او جوتيه واتمشى على الاشياء. الطاقه او الايجابيه اللي بنحصلها من الزرع، لمسنا له او دوسنا عليه طاقه من النشاط بنحصلها، غير الطاقه اللي نمشيها على شاطئ البحر، هني طاقه من الاسترخاء. لما نرجع من البيت يعني من الشاليه او من البحر نرقد نومه طويله يصيبنا استرخاء، غير لما نتعلم في الزراعه يصيبنا لا نشاط نشاط مثلا. ايه اي يعني كنا في الحديقه نزرع ودشنا البيت هني ما نرقد، لا نحس في شيء، شيء نبي نسوي شيء، اعطونا شيء، لازم ادش المطبخ واسوي شيء، فيني طاقه زياده عن اللزوم. فهذه نستمدها عن طريق الزراعه ولمسنا حتى حق زهور او قصنا، حتى لما نسوي سلطه نشوفها بسرعه تصير فريش نبي ناكلها، والله لا يصيدنا غير يعني حتى يعني الدم عندنا يختلف، صار يعني نوعية قلوي او حمضي يعني يتغير، حتى يعني هذه في حتى في غذائنا واكلنا حق السلطة. يعني أنا خاطري أسوي زرع في البيت حشيش طبيعي، بس وايد أهلي ينتقدوني إنه بيصير حشرات وبيصير ذي، فهل تنصحيني إن أنا أسوي لي يعني بدل ما أسوي حشيش صناعي فعلى الأرض، في بالي إن أنا أسوي كامل حشيش طبيعي. فهو في نصح حق الحش، طبعا اول شيء لازم تكون الشمس موجوده، ما يكون في هظل وايد، لان النوع اللي عندنا البحريني يحتاج الى الشمس، يعني ما يحتاج الى معظم اللي بعضهم يزرعون فيه مثلا ممر او شيء، تشوفوا انه شويه يتغير الوانه، لانه لازم يكون يعني الاضاءه تكون يعني جيده والشمس يعني توصل المنطقه هذه، والري متواجد يعني على طول لازم الري، لازم مثلا في ناس تقول وي انسى يعني اسكي، لا لازم يعني تركيب نظام ري علشان ما نقدر احنا ننسى كل يوم مثلا بنحط او نعتمد على زراع او على شقاله، فلازم نركب نظام ري
وطريقة يعني مثلا قصنا ترى لازم يحتاج إلى مساحة عودة، إلى جهاز حق قصة أو زروع معين، فهذه لازم إحنا يعني نعرفه علشان قبل ما نحط أي فكرة نعرف مستقبلا شنو، أو الإدراكات اللي بتي بعدها شنو بتكون طريقة تسميدنا طبعا بال يعني العضوي أو حتى باليوريا مثلا. فلازم عندك هذه المبادئ دي أو هاي الترتبات هاي بتسوينها موجودة، أقدر أعتني في الزرع موجود، لأنه لازم يبي له كل 10 أيام قص تقريبا. في الصيف طبعا ينمو أكثر، نقصه أكثر، نموه في الشتاء أقل. فلازم تعرفين المنطقة إذا فعلا فول يعني الحين هاي الوقت هو وقت زين حق زراعة هاي الحشيش. إي الحين بيبتدي ينمو يزيد حضارة. كثر العمق أستاذة، عمق الحشيش مو يحتاج يعني تقريبا نقدر نقول 30 سنتيمتر إلى 20، يعني مو يحتاج لعمق وايد يعني. وإذا في الزوايا الواحد يحتاج يسوي له زرع، إيش كثر يحتاج مسافة؟ الزوايا مثلا طبعا اللي هو ترى الحشيش أو العشب هجوم، ترى لازم أحدد له منطقة لأنه بيمشي وبيركب على الزرع، ممكن هو يكون مثلا نوع الهجوم وبيهجم حتى حق أي ورود أو حشائش ثانية، فلازم نحدد له يعني في أشياء تحديدية سور أو حتى في أشياء بارتيشن نحطه علشان لا يتعدى هو على مثلا أصناف ثانية يركبها يعني، وكلنا يعني شيء ثاني يعني مشكلة ثانية. أي تمام. فما شاء الله على حديقتك بعد هو بروح أزرع يعني اللون الأخضر. سويتي حديقة صغيرة شوي بس يعني. صايرة يعني كلها قاعدة فيها يعني أقول الحمد لله أنا عندي يعني ترى هي كلش جدا صغيرة يعني هاي مساحتها بس، لكن قعدتي فيها في أي وقت لما يطق مطر أو شيء يعني حطت لي ظلال يعني الإحساس اللي يجيني صج أنسى روحي يعني، حتى رياضتي أسويها فيها ألعبها فيها نفس ما أنت قلتي أحب أطلع أقصص أي غصن أي أوراق ميتة أقصصها أحس فيني نشاط صج يعني، بس صاير فيني فضول أكثر يعني أبي بعد أزرع، أبي أزرع أشياء من البيت نفسها يعني من الخضرة نفسها. الحين مثلا البصل شلون ممكن نزرعه؟ البصل عاد بتزرعينه في الارض او مثلا في اصيص او في ماي؟ مثلا في الماي، خلينا نسوي الاشياء اللي في الماي اول شيء. الماي طبعا نقدر نحطها في جلاس طبعا، مثل ما قلت لك القصون الخضروات اللي نشتريها من يعني الخضار هاي ممكن احنا نقصها ونحطها، هاي كلها ممكن في الماي. عندنا نقدر نحط الثوم ممكن في الماي، عندنا مثل ما قلتي البصل، الفنديون، يعني أنواع بعد من البطاطا. طبعا البطاطا فيها أنواع، في لون الباذنجاني، لون القامج، السويت بوتيتو، البرتقالي، هاي كلها كل ورقة ترمز حق لون وتطلع لون، وفي معظم الدول الأجنبية يستخدمونها في حتى في الزينة، في مثلا في الأسس السلال المعلقة تنزل كمعلقة في الأسس حتى طويلة ممكن تتدلى مثل العناقيد حتى العنب يعني البطاطا. فنقدر هذه أصناف نزرع فيها يعني، الواحد إذا بيزرع يدور أصوص مثلا، حتى لو ما عنده بلكونة مثلا ممكن عنده حتى رف المطبخ ممكن يزرع فيه أي نافذة تشوف عودة. هاي حق الناس اللي مثلا ساعات تقول لهم ما عندها، أنا أوريدي قاعدة في شقة يعني وين بزرع شلون بزرع، ما عندي لا بلكونة لا حديقة لا حوش، فش شنو الأفكار يعني؟ ما شاء الله بالعكس أعتمر على يعني مبوني ممكن شقة صغيرة تورسين هزار وأصناف مسكينة حط قدر قد ما تقدر له في البلكون عندها مسكينة، يمكن تنشر فيها وتسوي فيها وحط زرع وايد. قلت شوفوا من كثر حبها ما قالت مكاني صغير ما لازم أحط، لا حطت يعني البلكون متروسة من شغلات هذه يعني. شعور حلو لما تكوني انت قاعدة داخل البيت وتشوفين خضار يعني قدامك. اي فأقول لك اللون الأخضر حتى مثلا في ناس ما قدرت حتى لو حطت سنوعي بعد لون الأخضر له يعني عنصر يعني لتنمية السعادة والألفة والروح الحلوة تطلع. صوت الماي له تأثير علاجي أيضا، قلت حتى صوت مو بالماي الشلال مثلا صوت خرير الماي نقوطة هذه في ساعات شغلات كهربائية صغيرة يطلع يعني خرير الماي بسيط له صوت حق تأثير تهدئة النفس حتى سماع الأطفال له. ففي ناس وايد الحواس الخمس اللي يحطون اللون الأخضر طالعينه
سماعك حق صوت الماي، استنشاقك حق الأشياء العطرية والهرب يعني الموجودة تزرعينها، اكتمالك حق الحواس الخمس في حديقتك، هاي كلها تعزز مفاهيم يعني تنمي يعني هرمون السعادة عندك. إياه تنصحين كل واحد انه يكون عنده مثلا عصافير، شلال صغير كذي في قطرات ماي، يعني اشياء اي بسيطه بس ممكن تاثر على الواحد حتى لو داخل البيت. طبعا انا احب وايد العصافير، يعني هو يجمع اي صنف من العصافير احب اني اربي، وعندي يعني طيور وايد يعني، واحب اسمع اصواتها اسمعك العصفور يعني اللي عندك. اصوات هاي الخارجية هاي الغير اللي بعد في صوب القسم يعني، فاسمع احب صوت يعني العصفور يعطي روح يعني، يعني في الزرع مو يصير زرع هادي، صوت الهواء حركته الغصون حركاته هذه لها تأثير في يعني في النفس، فحتى الإنسان يكون عنده تطلع ورؤية وإبداع وأمل، يعني ما يقول عنده وايد ناس مثلا كان عندهم يعني مشاكل أو مثلا إحباط في شيء معين أثر فيهم هذه تواصلهم الطبيعة، عندك رؤية يعني رؤيتك يعني في المستقبل تتغير، إدراكك حق أشياء كثيرة، اطلاعك حق زوايا مختلفة في المشكلة، يعني تطلعين لها كلها صبرك واتقانك وهدوءك تستمدينه كله من الزراعة. في ناس المشكلة يعني إذا تشوفونك وايد متحمسة في الزرع يقول لك حشرات، أي شنو تردين عليهم إذا قالوا لك حشرات؟ شنو تخلين لك في البيت وحشرات؟ يعني مثلا ساعات أقول لناس إنه برا البيت سوي لكم حديقة، حطوا لكم زرع، لك حشرات، فشنو بالعكس الحل يعني انا ما حق اشوف الناس اللي يعني تخاف من وايد، الحشرات؟ يعني الواحد اللي يعتني في زرعه ما بيكون في حشره، يشيل مثلا يقلب ارضه يشيل الاوراق مثلا، هاي الاوراق اذا يعني تجمعت على سطح التربه هاي عرضه حق انه تجمع تحتها حشرات وشغلات، اذا احنا معتنين في يعني زراعتنا واول باول نحرث الارض ونقلبها نعرضها للهواء نشيل الاوراق اللي مرميه هذه ما بيكون عندنا يعني حشرات، الشمس موجودة يعني ما بيكون عرضة حق يعني أشياء، طبعا ما في شيء في الدنيا ما في وراه في لا إيجابياته وسلبياته، وإحنا يعني الزرع ذي يسمونها رعاية كأنها تربية، مثل ما إحنا نراعي طفلنا ونشوفه ونشوف احتياجاته شيء غذاءه نعتني فيه وننظفه ونعتني فيه، أيضا الزرع يبي له رعاية نراعيه ونسنده أصلاً ونراقبه. النبات له روح، يعني يحس فيك، يعني ساعات مثلاً في علم الطاقة تشوفين يقول لك إن كلمي يعني اهتمي فيه، ترى الزرع يحس. هاي الكلام صح ولا لا؟ طبعا صحيح يعني في ابحاث عليه في عالم كان ياباني كان عنده زرعتين، واحده كان يقول لها اشياء ايجابيه يقول لها انا احبك انت لطيفه وانت حلوه وبتكبرين، فعلا كان يعطي هذا ذبذبات، فالنبات يحس ان عنده ذبذبات يحس انه هو قاعد يمدح فيه ويكون لطيف عليه، والثانيه كان يقول لها شغلات سلبيه فعلا كان نموها اقل يعني، وفي فعلا عندنا كانت احدى زميلاتنا كانت وايد عصبيه كلها تخطب في البيت، فعلا كنا معظم الزرع عندها كان يموت موت. منه لها لانه وايد يعني طاقة السلبية على هالزرع مسكين وايد صرختي عليه يعني، فكان وايد ذي، وفعلا حتى احساس يعني حتى في تجارب بعد على يعني الفراعنة اقاموها حتى حق النخيل مالهم، كانوا النخيل مالهم لما ما يثمر عندهم ياخذون تخيلي عصا ونوع اللي يهوشونه او يخوفونه، يشوفون لما يجي الموسم يعني احنا يلقحونه يشوفونه انه فعلا نمو، وفعلا في معظم في تجارب حتى سيدات بحرينيات كنت اقول لهم ذي القصص تقول صادين استاذ منال جربنا هاي القصه اللي قلتي لنا، يعني يوم الصبح كذي عندين خاله يعني خلاص كانت شريت بديش القيمه وباليه، لو كل يوم اقول لها الفجر يا وقت ديش العصور اقول لها هاوشه كنت اقول لها سمدناك وخسرت عليك ولقحتك شوفي يعود السنة إذا ما طلعتي ما قصتش ما قصتش، بس ما في أمل وقصتش تكون هالتخريع ذي اللي سويته تقول يعني سبحان الله، والسنة اللي جات وقت ما وصلها طلعت تقول وي شوفي شلون كأنها حست أو عرفت يعني، حلو، فسبحان يعني الله في تواصل، يعني لازم الواحد يكون متواصل مع الزرع ماله. أي
في وادي السوق طبعا الفجر يعني من زميلاتي يطلعون يعني وتمشون في الحديقة، ويعني يحبون يسولفون، ويعني معذرهم حتى رشهم في الماي يعني، فتشوفون الزراعة تعرفون تمشي علاش حلوة. أي انا اقول هالشيء؟ عشان لا حد يقول عني مينونه، لان انا قاعده اتحكى مع زرعي. صباح يعني الخير لو حديث بسيط يعني، لونها مو اي بسولفة بقول يعني. لهم اياها او بقول لهم اي لا مشاكلي، لا لا يعني اشياء بس بسيطة. اكلم يعني، مثلا بالغلط ساعات اكسر لي غصن، ساعات اليها اسيتش من يقول سوري حبيبتي سوري. اي فاستسمح من فيعني الزرع اذا اذيته. فيعني الزرع كائن حي يعني، وكل شيء كائن حي اكيد بيكون لاحساسه يعني، يعني بطريقته الخاصه يعني، هو طريق الخاصه يعني، جميع طبعا الكائنات الحيه تسبح لله يعني، فهذه قدره الله سبحانه، كل واحد لطريقته يعني، الحيوانات والعالم النبات وكل شيء كائن حي أكيد يعني لطريقته الخاصة. شنو أكثر زرعة تحسينها أن هي ممكن تنبت بسرعة في داخل البيت؟ يعني ما أعرف أنا شنو اسم الزرعة، بس أنا أحس هاي وايد أعشقها هالزرعة. طبعا إيه، هذه يسمونها ماني بلانت، وحتى يسمونها نبات البوتس. هذه نبت سموها بعد ماني بلانت على قصة، وفي إحدى بعد الشاميين يسمونها قلب عبد الوهاب، أكيد في شخص يعني امتلكها أو له قصة يعني، ترى كل اسم له قصة. يسمونها ماني بلانت نبات يعني النقود، لأن قلت كان في سيدة كانت فقيرة، كانت تقعد في السوق تبيع هذه الزرعة، ما كان عندها يعني، فكرت في البيت ما عندي شيء أبيعه ولا عندي يعني شيء، فكانت طلعت لها مصدر رزق، تقص قصون وكل أسبوع تنميهم وتروح تبيعهم في السوق، فتغانت مسكينة وقدرت تعدل من وضعها المادي عن طريق الزرعة دي، فسموها ماني بلانت لأن هي جابت لها النقود. وهذه طبعا سهلة، هاي موجودة في كل مكتب، في كل بيت بحريني موجودة ذي النبتة، عاد هاي تعيش بعد حتى في الماي، وتعيش حتى في يعني الرمل مثل ما تشوفنا يعني، نقص غصن منها ونحطه في الماي يعني، نحطه حتى في المكاتب، مكتب واحد ما تشوفه إلا عقب سنة كل المكاتب عندهم، لأن كبرت كل مرة يقصصونها من مكتب لمكتب يعني، تتحول وتصير، وحتى تأقلمها، تتأقلم على جو البحريني موجودة هني والماي الموجود يعني، حتى ساعات تشوفين هذوب نسيت نعطيها ماي، فسهلة يعني، كل معروفة في كل بيت يعني موجودة، أنا ممكن حتى نعلم الطفل شلون يغسل غصن مالها ويزرعها يعني، حتى الطفل أنا المنتج مالي ذي نوع الأنواع أبي أختار شيء سهل إن الطفل ذي ما خليه في شيء عقب أسبوع يزرع، أو شيء عقب مثلا حتى 10 أيام، في أصناف معينة عقب 10 أيام تنمو أو أسبوع، فهني الطفل بيعجزي يعني صبره قصير، فالأصناف إنه سهلة سيدة تزرع فيه في 3 أيام تشوف البودرة يعني تكونت وزرعت، فالطفل نختار له شيء هاللون، وإن شاء الله في أفكار بعد جديدة حق منتجات بعد حلوة وتكون ممتعة وفني، حق حتى الطفل نتحبب إنه هو يعني يزرع. حلو. هي ايش كثر فترة الانبوت حق هاي القصص اللي عندك؟ يعني هذه حق طبعا الطفل؟ الطفل شيء في 3 أيام يزرع عندنا، في منتج عود سويته هاي حق الكبار، طبعا هاي الكبار سويته يعني، في هذه طبعا بذور، أصناف في أصناف كثيرة من البذور هني، طبعا أنا أحدد على حسب، إذا كان وقت الصيف أنزل أشياء صيفية، وقت الشتاء أحدد الأشياء الصيفية اللي الشتوية، فأخليه يتناسب مع الموسم الموجود هني عندنا، مثلا زرعين طبعا الكبار حطيت لهم في قصيص يعني ريسايكل، وهو صديق للبيئة، القصيص الكرتوني هذه، هاي أول ما نزرعه ويصير كذي سيدة نقدر نحطه في قصيص ثاني أو نحطه سيدة في الأرض، يتحول إلى مثلا كومبوست، هو نفسه يكون صديق يعني للبيئة، فاخترنا حق الكبار هاللون. طبعا الطفل ما اختاريت له، شنو لأن هذه الطفل هاي، الزرعات؟ شنو هاي هذه النبات؟ حنا نعناع، هاي نعناع نعناع. اي غرامي النعناع. هو اي، فالنعناع رائحته حلوة ومنعشة يعني، حتى لازم حتى دريشة المطبخ لازم يكون فيه هذه النعناع موجود يعني من رائحته قبل حتى. كنا نشتري من البرادة على طول، يوميا اي ناخذ لنا النعناع، بس زرعناه ترى بسرعة يزرع. اي، وتأقلم على الأجواء يعني، يعني موجود عندنا يعني كل، ممكن صيفي شتوي موجود يعني عندنا،
يعني فيعني سهل ان غصوني ارجع اقص الغصون مالي، ويعني شيء حلو الواحد يعني يحب يعني عالم يعني الزراعة وعالم الطبيعة. ويعني وانا وايد اشجع يعني توصلنا وقت الجو حلو نخفف طلعتنا حق المجمعات والشغلات هذه، نروح الحدائق، نروح يعني البحر، الشاليهات، نروح اماكن فيها طبيعة يعني اكثر، نكون توصلنا لانه هو الجو حلو وهاي وقتنا ان احنا نطلع فيه. يعني موسم الشتاء وايد احب انه يعني وحتى الربيع انه نطلع ونتمشى ونروي عيون، لان فيه عندنا طبيعة، في عندنا حدائق بحرينية، زيارتنا حتى حق سوق المزارعين لأثر حلو ولشيء جميل، ان نروي اطفالنا تشوفوا المنتجات، تشوفوها كلها اشياء بحرينية، تشوفوا هاي زرع في البحرين، تشوفوا هاي شلون زرع، تشوفوا هاي شلون موجود تجمعنا ذي المجتمع ذي كله، واثره حتى سوق المزارعين صداه مو فقط في المجتمع البحريني، صداه حتى حق المجتمعات كلها، يعني حق الوطن العربي والخليج كله. يعني سوق المزارعين ترك بصمة جميلة، سوق صغير ويعني يمكن كل سبت يعني يفتح، لكن يعني كثر بصمته وايد حلوة، يعني تركت أثر النص، يعني تحب تروحها، والتجمع اللي موجود والخضار اللي موجود وأنواع الأصناف. يعني هاي تشوف شلون أهمية السعودي، حتى حين الواحد ما يزرع يحط له صحن أو سلة فيها ميوة. يعني أتذكر كنت يعني في وزارتي لما كنت أروح المكاتب كان عندي مسؤول يحط صحن أو سلة لازم يحط أصناف من الفواكه، فندش عليه نشوف الأصناف ذي شلون ستونس، نشوف لوز، كنار، صبار، أشياء حلوة ندش عليه نستونس. فهذه حتى لأثر لو على طاولة الطعام أو في الصالة أحط هذه الموز والتفاح والفواكه، تشلون لأثر نحب نشجع الطفل اللي ياكله. يعني في الدول طبعا الشامية اللي برا لازم عندهم العصرية، لازم وقت الفواكه نطلعه وعلى طول هذه صحن الفواكه موجود على الطاولة ياكلونه ويحبون يعلمون عيالهم انه يعني مثل ما ناس مثلا لازم شاي المغرب او شاي ذي الصبح، في ناس لا هاي الفواكه وقت العصرية لازم هالفواكه موجودة على طاولة يعني الصالة. أحلى شيء إن هي فريش يعني طبيعية، اي تقدري تخطيها يعني فريش وصيرة بتاكلينها. فهذه لازم مثلا من العادات ان نعلمها اسرتنا انه لازم في وقت، يعني ان احنا ناكل فواكه العصر، الحين وقت ناكل تفاح او ناكل شغلات او ناكل الموسم اللي موجود، نعلم عيالنا على المواسم الموجودة والاصناف اللي موجودة من شغلات. يعني مثلا الحين موسم التوت، يعني نحبب اليهال نسوي فيه ما اصناف، نقدر نزرع توت ممكن طبعا التوت شجر بعد ممكن بالقصة؟ احنا نزرعها، طبعا التوت ممكن احنا ناخذ شكله جاهزة يعني، او حتى لو نحصل غصن، بس يفضل حق اللي مثلا توهم ياخذون شكله يعني في البداية هي جاهزة ونحطها في الارض، ما عندنا ارض ناكل عصيص يعني كبير اي نوع عود، يعني ممكن ان نحط فيه في اصناف الحين تعددت التوت يعني، وعلى حسب النوع بعد. مثلا في اصناف مثلا اذا يعني في واحده قالت لي انا عندي ممر الشمس مالها يعني نص يعني الشمس ما تكون شمس وايد، فممكن نستخدم مو بشرط توت بحريني، في السوق الحين توت تركي، توت مثلا حتى سوري، في انواع تايلاندي، في انواع ممكن هي مو لازم الشمس قويه شمس بحريني عليه، ممكن ناخذ اصناف هلم تتناسب على الحديقة اللي عندنا. يعني ففي أصناف يعني ممكن أنواع، أنا عندي وايد أصناف مثلا التركي، في نوع اسمه شاه توت اللي يكون يعني كبير ما شاء الله، يعني تكون حبته كبيرة مثل الليمتو يعني ولونه غامج وسمينة مثلا حبته، في أصناف وايد يعني حتى توت مثلا يكون بعد في نوع أبيض، يعني في أصناف يعني ممكن ناخذ الشتلات أو الزرعة ممكن نحصلها شجرة جاهزة نشتريها متوفرة في المشاتل. يعني في سؤال إن عن المبيدات الحشرية، يعني إذا بنخلي المبيدات هل تأثر علينا لو إحنا كنا قاعدين في، يعني إذا خلينا المبيدات للنباتات؟ طبعا هي يفضل يعني حق المأكولات طبعا أكيد بنستعمل، يعني كإحنا مبدأنا الزراعة العضوية أكيد بنستخدم طبعا عضوية،
ما سميت عضوية اللي هي استعملت أشياء عضوية، مثلاً زيوت موجودة، بعض الأفكار إيه؟ مثلاً زيت الليم عندنا ممكن تخفيفه. طبعا الزيت ما بيختلط مع الماء، شلون اقدر ارش زيت على النبات يمكن ما بيتنفس، فلازم احنا نذوبه او نحلل الزيت. نحط مثلا رشاش عندنا، نحط فيه مثلا زيت لو ملعقه واحده مثلا من زيت عندنا، اذا ما توجد زيت النيم زيت السمسم او زيت الخردل لانهما طاردين للحشرات، نحط ملعقه ونحط كم نقطه من الصابون السائل مال الغسيل مال الصحون نفسه، فهذه بذوب عندنا الزيت. وهني ممكن احنا نرشه كيصير مخفف. ليش الزيت؟ الزيت لانه بيخلي اي مثلا حشرات يعني موجوده انه ما بتخليها تتنفس، ما بتخليها بتلتصق، وما بتخليها يعني انها هي تطير، فهذه بتقضي عليها. عندنا الخل تخفيفه، يعني الخل قطرات او ملعقه بسيطه، ما بنحط الربع الكميه الموجوده، يعني قطرات بسيطة من الخل نحطها. ممكن عندنا فلفل الأسود، الدورسين، كل أشياء عطرية لها ريحة يعني، وفيها زيوت عطرية تكون طاردة للحشرات، يعني هاي ممكن استخدامها. أي فما تأثر، أشياء موجودة في المطبخ. اللومي، قشور اللومي ننقعها في الماي، فبتعطي مرارة وبتعطي رائحة وزيوت من اللومي. نخلي لمدة يوم كامل قشور اللومي يعني نتخلص منها، نحطها في الرش، مو لازم نكشرها بس القشور مالها، فبتطلع عصاراتها وعطورها فيه، فبعدين نستخدمه لومي أو يعني نرش على البرتقال، التربة، نرش على الأوراق النبتة نفسها، على يعني قشور برتقالة واحدة حق رش واحد يعني، فنرش على النبتة. طبعا النباتات الداخلية ما نقدر نستخدم لها زيوت مثلا أو مثلا رائحة بتطلع لنا، فالليمون ومثلا حتى البرتقال ممكن نستخدمه حتى حق النباتات الداخليه يعني. وانا اي وقت عندي قشور حتى اخليها على النبته الداخليه حق يومين كذي وارجع اشيلها، لان تطلع رائحه عطريه، واي مثلا حشره ما بتخلص، لان الحشره لها يعني اشعارات، مثل ما احنا مثلا ساعات يصيدنا نفور من لان ما نستنشق رائحه مثلا قويه، عطر قوي او اي شيء نشرد او ما نحب يعني لما نشم شيء، ايضا الحشره ايضا ما تعيش وتختنق وتموت لما تشوف بولك هي صغيره وتستنشق كميه من شيء هاللون، تبتعد على طول يعني ما بتعيش. يعني اذا عندنا قشر ليمون ولا قشر برتقال نخليه بس في التربه نفسها، ممكن ان احنا حق نحطه في الماي ونسوي مرش يطلع عصاراته، ممكن أو نخليه مثل ما هو على مثلا عندنا عصيص نبته داخليه، احط القشور مثلا لكم من يوم، هي بروحها بتجف وتيبس، يعني ما بتكون عرضه حق عفن او شيء، بتجف هي نفسها بتجف، وتشوفين طلعت رائحه عطريه في المكان وطردت اي شيء موجود يعني على النبته، ونشيلها عقب فتره. طبعا هذه ممكن، طبعا اكيد اذا بنسوي كومبوست لا، ناخذ مخلفات المطبخ وطريقه في طريقه لها حق صناعه الكومبوست، يعني مخلفات المطبخ يفضل أن تكون تقصيصها صغيرة عشان سريعة التحلل، فيها طريقة يعني صناعتها هذه يعني في المنزل شلون نقدر نقلبها ونسويها. معلومة جديدة، هاي أول مرة أعرفها. أي الحين في عندنا سؤال، أن لما شنو الأشياء اللي الواحد ممكن يأخذها بعين الاعتبار لما بيختار النباتات الخارجية؟ طبعا أول شيء نختار الصنف، أول شيء نعرف حديقتنا يعني هي الشمس تيلها على طول أو الشمس هي فيها ظل، عشان نعرف ونخبر المشتل شنو يتناسب حق شمسنا، يعني أقول لهم إن ترى ما تيني الشمس وايد، علشان اختياري حق النبتة نعرفها شنو اختيار المناسب. انزين بعد اختياري حق يعني عرفت ان شيء تناسب منها، ما اختار كميات كثيره من النباتات من الاشجار، في فرق بين الشجيرات وحتى العشبيات يعني وبين الشجره، يعني الشجره تصير لك تقريبا يعني 10 امتار، يعني تصير شجره، الشجيره حدها تصير مثلا عندك 3 متر الى 4 متر، يعني 3 متر حدها يعني، فهذا النوع اللي بختاره
مو اختار يعني ما بين يعني كل شجرة وشجرة، ترى كل شجرة يحتاج لها متر لأن هي تبي تنمو ويصير نموها الخضري، فمو احط بس متر وبعدين هاي تنمو تلاصق بعد مع بعضها البعض الشجرة وتشوف تلاحم، بعدين حتى في أنواع تموت مع نوع ثاني إذا تخالطت مع النوع الثاني. لازم بينهم نترك بين كل شنو المسافة اللي بينهم المفروض؟ يعني على الأقل متر ونص بين كل واحدة وواحدة يعني، بهالمتر ودائما ونص عادي نزرع الزرع الصغير يعني لا يكون الصغير عادي، لا لا أنا أتحكى عن الأشجار، الكبار أما الأشياء الصغيرة لا، حتى لو شبر أو حتى مثلا طبعا الورقيات لا، ننثر بذورها أو نحط طريقة الصواني يعني، هاي ممكن طبعا حق الجرجير والبربير هذه لا عادي، أما حتى الفلفل ممكن حتى شبرين، لأن الفلفل ما بيكون يعني ينمو على طريقة يعني أفقية يعني تكون عمودية. فيعني هذا اعتناء نوع الشكل مثل ما قلنا وتناسبها والمكان المناسب. لما اشتريها لازم افحصها خالية من الامراض من الفطريات، لازم اقلب اوراقها، ساعات تحت الاوراق يكون فيها الشغلات هذه، لازم اشوفها انها صاحية ما فيها اي شيء. انا حتى اشيلها من يعني اصيصها واشوف حتى في جذور، يعني ساعات الجذور تشوفينها خضراء معفنة او فيها عفن، فلازم افحصها عدل قبل الله ما انقلها بيتي وزراعتي تنقل لي يعني، وتعرض نفسي حق المرض حتى حق نباتاتي الاخرى، لازم افحصها وتشوفها، ولازم اسالها اي نوع، اي طماط اي نوع، شنو هذا بالضبط، يعني اعرف الاسم. مثل ما احنا نشتري اي شيء لازم نعرف الاسم، شنو ذي النوع، شلون يزرعونه، اي صوب، ابحث عنه يعني، يمكن ساعات نشاطل يمكن تحتاجي عماله لفترة هاي اجنبيه ما تعرف، اي ما تعرف تقول لك بس هاللون، اتاكد بالضبط شنو الصنف. واني حتى الحين بعد يعني اطلعنا وبحثنا مثل قلت لك، يعني حتى في برامج حتى الجوجل نفسه ممكن تصورين زرعه وسيري يطلع لك اسم ومعلومات وكل شيء، تسجلين الورق يعني تصورين الورقه يطلع لك اي صنف واي شيء، فالواحد اذا يبي يتعلم او يبي يعرف معلومه يعني كل مكان موجود يبحث متوفر. عنها ايه وبيشوفها يعني ايه. بالنسبة حق الزرع اللي برا، هل في مثلا بعض الأشجار تأثر فعلا على أساس البيت؟ طبعا هاي اشجار في شجره الحين منعت يعني في ناس يقول زراعتها، لك لا تخلون شجر كبار لأن الجذور مالتها بتدش للأعماق وبتأثر على أساس البيت، هل هالكلام هو صحيح اول ولا لا؟ طبعا في انواع معينه، في نوع منع في البحرين يعني هي شجره الكونوكابرس، هاي شجره يقول لك يعني ما تزرع في الاماكن، مثلا هي لها سلبيات بس سلبياتها اكثر من ايجابياتها، هي تزرع مثلا في المزارع الكبيره يعني في الصحاري الموجودة، يعني لأن هي تستحمل الملوحة وسريعة النمو، ممكن تستخدم حتى في مصدات هوائية، في ناس يسوونها سور إذا كانت عندهم مزارع عودة بعيد المبنى مالهم ومرافقهم وبنائهم عن الزرعة هذه، يعني هاي وجدت في الأماكن في الشوارع الحين وفي البيوت، إن هي امتدت حتى دشت عندك المسالك عندهم والمرافق الصحية سددت لهم يعني المجاري عندهم، في انواع اسمها الكونكوبرس، هذا النوع يعني وجد انه لا يصلح زراعته في يعني اماكن السكنيه، يعني مع انه تشوف دول كبيره زرعت في الصحراء، بس احنا كدوله صغيره ومنازلنا صغيره يعني وحدائقنا صغيره ما ينصح ان هي تزرع يعني. واحنا زراعتنا طبعا ما نزرع، لما نزرع نزرع اشجار كثير مثل السدر، مثلا شجره السدر السرعوديه، النيم السرعوديه ما زرعها جريب السور دائما، اخلي مسافه والصقها قدام السور، وانا زارعه شجره كبيره اعرف انه يوم من الايام بتكبر بتحرك من ساسي او من يعني طوفه البيت بتحركها، دائما ازرع الاصناف اللي قرر عليها الشجيرات وابعدها عن السور، السور اذا بزرع يعني الجدران اذا بزرع جريب منها ازرع اشياء صغيره، شجيرات او حشائش ورود، شغلات ما تتعدى حتى متر، يعني هاي الاصناف ممكن احنا نزرعها حق اشياء هذه يعني اذا عندنا سكن. كذي الشجيرات الكبيرة يعني خليها في مسافة عن الجدار. اي يعني الصنف يعني لازم اعرف ان الصنف شنوعه وش قد هذي كبر مستقبلا، يعني علشان انا ما كل اتفادى الأصناف انه ممكن عادي ما تأثر على الأساس، بس تكون يعني مثلا عندنا الجهنمي
جهنمي متواجدة عندنا بعد اليوسمين الهندي اللي ورقته مثل اللوز، هذه تسمى أيضا. عندنا البونسيونا في أنواع بعد، يعني في أنواع يعني ما بتكون نموها بسيط، يعني حتى ترى في يعني أنواع تقليم لها. عندنا حتى شجرة شو اسمه الهامبوي، ترى تصير عود عودة، بس احنا ما نخلي الشجرة تكبر، دائما نقلبها يعني نشكلها نأقلمها، ترى هي رعاية. يعني مثل عندنا شجرة أصلها شجرة البونساي، لماذا قزمت؟ لأن من كثر تقليمها لهم دائما يقلمونها يشكلونها الشكل اللي يبونه. عندنا ممكن عند الهامبوي نقلمها، ما نخليها يعني تنمو نمو يعني هيوج على طول شيء عملاقي. حتى اللوز دائما نسويه بشكل مظلة جميلة، ما نخلي فروع أي فروع تطلع، دائما ننظف الفرع الرئيسي علشان نخلي يعني القمة تكون مرتبة مثل المظلة. عندنا حتى طريقتنا، كل الأجانب ترى عندهم كذي، نشوف شيرة هامبا أو عندنا شيرة توت، قد مرة شفناها بس نطلع كذي عشوائية زرعة، لا دائما نشوفها مرتبة كذا وبعدين على طول الشيرة، لأن في عندهم تقنية حتى حق التقليم، ما نهد للشيرة بس كذي نخليها وتزرع مثل ما ناخذ ثمارها ويعني وهي فروعها معفسة، لازم لها طريقة مرتبة، قص مرتب لها. فهذه كلها يعني نتعلمها، يعني دروس حلوة نتعلمها، كل هذا القص يعني حلو شكليا وحق ونفسيا لنا يعني وحق لنا بعد. في سؤال عندنا، شلون يزرعون البرتقال؟ وأنا بعرف شلون يزرعون الليمون بعد. طبعا في أصناف تزرع في البحرين وأجواءها تتناسب مع البحرين، فإحنا من خبرتنا وزراعتنا واطلاعنا وقراءتنا إن موسم الزراعي البحريني مثلا في موسم معين تكثر الأصناف، مثلا من شهر 9 عندنا لي مثلا عندنا 4 في أصناف، بعدين يبتدي الموسم الصيفي في أصناف معينة. اللومي ممكن في لومي متواجد عندنا، ناخذ لوميات مثلا تتناسب مع أجواءنا، حتى لما نشتري ترى نوع الشتلة أعرف من أي جهة جاية، ما أشتري مثلا من دول أوروبية، أشتري اللومي مثلا الحين متواجد العماني، في مثلا لومي بحريني، يعني أخذ يعني نبتة تأقلمت على جو البحرين، ما أخذ شيء أجنبي متعود على البرودة هناك ويهني وبس عندي شهر ويموت بعدين يقول مات، لازم شيء أقلام وجو متناسب هني. اللومي لما نزرع أنا أخذ مثلا اللومي الموجود عندنا، نسأل خضر هاي لومي شنو إذا بغينا نزرع بالبذور يعني، أو إن نأخذها شجرة جاهزة من المشاتل ونزرعها. فاللومي أكثر، البرتقال في أصناف نجحة يعني اللومي إذا أخذناها هي نفسها، أنا أحب كذي أزيد من أخذ غصن ولا شتلة. لومية بذورها ممكن أنتي نفس طريقتك شفت عندك في الستوري، شفتي شلون زرعتي في الكلينس؟ إيه ممكن بذور اللومي نفس الطريقة، نأخذ الكيس مال الساندويش نفسه، ونأخذ منديل مال المطبخ نرش ماي نرطبه، لازم منديل المطبخ حتى لو منديل عادي يعني عادي. يعني كلينكس عادي لأن هذاك شوي سمكه يعني سميك إيه، فنرش ماي أقدر نقدر نياوي هذاك يود خفيف بتقطع علينا يكون العود إيه، فترشينا ماي تحطين على الأقل 6 بذرات يعني متساوي كل واحد بعيد عن الثانية أو حتى 4، ونسكه ونحطه في مثلا في الشيسة هذه نفس نسكها ونحطه في درج 3 أيام، كل 3 أيام نبطله ونشوفه، ما نخلي أكثر من أسبوع، بنشوف البودي روت ابتدت أبرنتيني سرعتي من عملية نمو البذرة، السكون في البذرة شوية طلع أكثر لأن رطبتيها أكثر تعرضت إلى رطوبة. فهني طبعا بنشوف بودي روت طلعت، ممكن هني ناخذها ونحطها طبعا في التربة اللي سويناها. طريقة وضع التربة شلون نحط العمق؟ طبعا العمق اللي نحطه على قد مثلا الهامبويه بنحطها عمقها مرتين، اما مثلا عندنا اللوميه صغيره بنحط قد عمقها مرتين، اما الصغار اللي كنهم حبات مثل البربير هذه هاي بالرش، كل ما كان العمق كبير يعني النازله على قد عمقها يعني مره واحده او مرتين، فما يصير عندي شيء مثلا عوده ونحطها على السطح، لا
حتى ترى عنقشة أيوة كالهامبوي الهامبا ممكن نفس الشيء نحطها في الكلينس، نسوي نفس الطريقة في ينزرع العنقشة عندنا مالتنا. الهامبا في هالحر الحين في هاي في الفترة؟ هامبا بحريني فيه، ترى التجارب مهما يعني ممكن أنت وش كثر تجربي يحتاج فيها، يعني؟ إذا وحط حصلتي في الأصيص الكبير؟ ممكن نحطها في أصيص أو نسرع تحطينها في الكلينس يعني. فتشوفي تجارب وايد نجحت في وايد زرعات يعني. في احنا عندنا زرعة يعني في احد المشاتل زرعها، مع ان الناس استغربت، في زرعة تشوفها عند موجودة عند المجمع العالي عند البوابة، هاي ترى تزرع في الدول الأجنبية نوع من أنواع الأرز، كأنها كانت شفتيه فيها ما فيها أوراق، كأنها شعيرات كذي صايرة مثل شجرة الكريسماس أوراقها هذه نفسها يعني. في أحد المشاتل البحرينية نجح زراعتها، أقلامها أجواءها، مع أنها تستخدم يعني تستعمل البرد يعني تستحمل البرد، أقلامها يعني قدروا يزرعونها على شارع أمواج موجودة تأقلمت. فما في شيء اسمه ان ممكن تشوف شلون قدر يأقلمها مثل كائن حي، قدر مثل احنا نأقلمه في البداية، مثلا احطها عند النافذة شفتها استحملت، شوي شوي اطلعها عند الباب، شوي شوي احطها تحت شيارة، اقلام جوها مو على طول مرة واحدة كانت في البرودة وكانت في الصالة في الاسي وسيدة واطلع في الشمس الحارة واقول لها تأقلمي. فتأقلم النبات يكون تدريجي، كأني أعوده وأربيه على أجواء، مثل الطفل مو سيد إنه يولد وودي سيد طالع برا تنزه فيه تدريجي شوي شوي. مثل الشتلة أيضا كانت صغيرة أقلمها أجواءها، مو وهي صغيرة مستحملة على جو داخل البيت وسيدة طلعها مرة واحدة تحصل أشعة ثانية وجو مختلف، أكيد بتمرض وما بتعيش يعني. فهو عالم يعني زراع، عالم حلو وجميل الواحد تعلمه يعني طيب وتثقف نوال، فيه. في ختام هاي الفقرة حابين نعرف شنو الأصناف اللي ممكن نزرعها في هذه الفترة الحين في هالشهر؟ الحين موسم ترينا بنبي الموسم شوي الجو تغير والأجواء تكون حارة أكثر، فموسم عندنا القرعيات، البطيخ، طبعا النعناع ممكن، الريحان، عندنا الزينيا في نوع من أنواع الزهور، البنكة هذه يعني دائمة، وطبعا شوارع البحرين الحين طبعا بتنحط فيها بتغير الورود البتونية وبتنحط البنكة. طبعا في أصناف الورقيات ممكن يعني نزرعها، طبعا الواحد اللي يحب يعني يزرع مثل ما قلت لك شيء، انه بذور ما حصل بذور ممكن هو يشتري شتلات، الحين شتلات رخيصة على 100 فلس أو حتى موجودة، أحطها وتكبر حتى يعني. هذه النعناع أشتري ثنتين ثلاث يمشي كامل، يمشي تشوفين ماشي، هاي ما يمكن شاء الله ثنتين كل ما يشتري. تشيلين منه الورق يطلع أزيد أحس. إيه طبعا ما نخلي إنه هو يعني تدلى، كل ما له نقصه يقوى أكثر، وحتى أوراقه تصير كبيرة لأنه نقصص قاعدين من نأقلمه. قصدك نقص من الأوراق صح؟ مو من لا نقسم القصة. القصة يعني، مثلا الحين هي مثل ما هي عندي المثال، عندي حطول ما خلي عرض الحشرات تنزل شي على التربة، ودي إذا كانت في الأرض نقص هذه كلها، شوفي هذه نقصها، نقص يعني من فوق هاي الغصن، هذه يقوى ما خلي تجلي ويطيح، حتى هذين يكبرون أكثر، كل ما قصت الورقة تكبر أكثر، النمو عنها يكبر يعني كأنه مثل شيء طويل بينمو يعني عمودي، ما خلي ينمو عمودي، لا ينمو تروح فرعي، فالأوراق بتكبر أكبر كل ما قصينا. حتى في المشموم دائما نقلم يعني الأفق ماله مني، وطبعا نهاياته دائما نقلمه علشان تكبر ورقته، ما ينمو على طول وضعيف، لا يروح على عمودي وتنفرش الورقة ونحصل محصول. إذا قصيناها نقدر نرد نزرعها؟ اللي فوق يكون وايد ضعيف، أوكي إذا ثم كان نحطها. سميك ممكن نحطه في الماء، بس إذا شفنا وايد يعني لين وضعيف، مثلا يكون هني وايد ضعاف، هني عندنا اللي فوق اللي فوق إيه؟ يكون أضعف من اللي تحت، هاي نستخدمه حق يعني المأكولات، يعني نقطف منه حق إذا بناكله أو شيء نقص منه، لأنه يكون أضعف هني نقدر نستخدمه يعني حق معلومات حلوة السلطة. وقيمة، استفدنا وايد منك أستاذة منال.
وايد مشكورة على هالمعلومات والحديث يطول في الزراعة، يعني لو بنتعمق ما راح نخلص اليوم في ساعة، يعني نحتاج وقت أكثر من نتكلم فيه. فحبيت أشكرك، شكرا لوقتك، شكرا لوجودك معاي في اللايف. وايد سعيدة للمعلومات اللي قدمتيها لي، وإن شاء الله راح أخذ منك حق اليهال عشان أخليهم يزرعون في البيت. أفكارك وايد حلوة، ونصيحتك الأخيرة إذا حبيت تقدمينها للمتابعين. والله أتمنى كل بيت بحريني يكون في زراعة، وكل مواطن بحريني لو عنده زرع بحريني، والحديقة البحرينية يعني ما نتخلى عنها. الديوان القديم البحريني اللي كان فيه السدرة وكان فيه اللوزة، كان فيه قيم، وكان فيه شجرة كان لها مبدأ وكان فيها قيمة وروح. الشجرة هي كأنها أم وعطاء ووطن، فنتمنى يعني هذا الشيء نجدده، وكل بحريني يحصل يعني يكون عنده شجرة وروح حلوة مثل روح الشجرة وعطائها. شكرا لوقتك أستاذة، وسعيدة جدا بلقائك. نشوفك إن شاء الله في حلقات ثانية وفي مواضيع ثانية إن شاء الله. إن شاء الله على خير، إن شاء الله نلتقي مرة تسلم، ثانية. شكرا، مع العفو، السلامة. العفو، الله يسلمك.